العمليات المهمة ما يمكنش نقول نادرة، ولكن الثقل ديالها مهمة جدا. غادي نلتجئوا واحد الطريقة اللي غادي يمكننا نقصوا منها واحد الكمية هائلة ديال الدهنيات في واحد الفترة وجيزة، مع العلم ان لابد ما يكون الطاقم كله مجهز لهذا النوع ديال العمليات. واللي المهم فيها هو نمشيو لواحد المنطقه ديال الدهنيات اللي كان صعيب بوسائل عده باش تنقص، ما نقصش مثل الحميه ومثل الخاتم ومثل الجراحه ديال المعده، ما توصلتش لشي نتيجه، وكيبقى الحل الوحيد هو النقص من ذاك العدد ديال الخلايا. وهذه هي المهمه اللي غادي نقوموا بها ان شاء الله. كما كيظهر اننا انتهينا هذه العمليه، وكنشوفوا ان البطن ديالها هذاك اللي كان زايد في الاول ما بقاش، وان كاين واحد الشد من التحت حتى الفوق بالنسبه للبطن. معناه ان احنا غادي نشوفوا الكميه اللي حيدنا كانت فوق 60% ديال البطن ديالها اللي تحيد. زدنا على ذلك ان هاد الجناب هادو اللي كانوا خارجين عندها اللي درنا لهم عمليه الشفط، وهاد الشفط هذا حتى هو غادي نشوفوه. المبدا ان هاد العمليه تجرات في اقل من ساعتين. الدقات ديال القلب ديالها مزيانين، والاكسجين 100%، الضغط ما وقعش فيه واحد التغيير، وبالخصوص اننا عندنا معلومات على الضغط ديال البطن ديالها ما فقدش 30. الحمد لله ان العمليه انتهت بكل خير، ما كان حتى شي مشاكل، وجرات في اقل من ساعتين. الحصه القادمه ان شاء الله غادي نحيدوا لها واحد الكميه اخرى ديال الدهنيات اللي غادي يكونوا من خلف المجنب. الهدف ديالنا هو من المجموع انها تنقص في واحد الفتره ما بين 3 شهور حتى 6 شهور، اللي كتنهز ما بين 30 حتى 40 كيلو من الوزن ديالها. ومع الاسف ان الحالات بحال هذه في المغرب كثيره جدا، لا في المغرب ولا في العالم العربي ولا في القرى ديالنا. وان لاحظنا باللي ان هذه الحاله ما كتختلفش مع المستوى المعيشي ديال الناس، ولا من الميزانيه ديالهم، ولا من المستوى الثقافي. ان هذه الحاله كنشوفوها في كل الشرائح ديال المغرب، من الشمال الى الجنوب، من الشرق الى الغرب، وكذا في الدول الشرقيه والغربيه. وهنا كنوضحوا باللي ان دائما كاين حلول بالنسبه للسمنه. شكرا للجميع، تبارك الله عليكم.